يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. إيه، ما قال أنا السيد، قال أنا سيد ولد آدم. فإذا أضيف مثل ما تقول رب الدار ولا تقول الرب، السيد المطلق هو الله. أما أن تقول فلان سيد بني فلان، سيد القبيلة الفلانية بمعنى رئيسهم، فلا بأس بذلك. نعم.